لم يفاجئنا قرار الوزير الذي صرح به اليوم والمتعلق بإعفاء بعض مديري المدارس الابتدائية ممن انخرطوا في الحجر، لم يفاجئنا على الإطلاق، لأننا على يقين ولأننا مقتنعون حتى النخاع بأن وزارة التربية لم تؤمن يوما بالحوار ولم تؤمن يوما بالتفاوض، وزارة لم تتوقف عن الدفع في اتجاه الاحتراب والتصادم، وزارة ترفض الجلوس على مائدة التفاوض، وزارة تحرص على ألا تطوق أزماتها باعتماد الحوار أسلوبا، وزارة يجب أن نتوقع منها هكذا تدابير ردعية من شأنها أن تزيد الوضع تأزما ومن شأنها أن تزيد الأزمة استفحالا. إذن هذا الإجراء لن يرهبنا، هذا الإجراء لن يفكك صفوفنا، هذا الإجراء سيزيدنا التزاما بقرارنا، هذا الإجراء سيزيدنا حرصا على إدراك أمانينا وعلى تحقيق أهدافنا، لكننا لن نترك هذه التدابير تمر هكذا بسلام، سنرد عليها. وقد انطلقت الردود منذ البارحة من خلال بعض الاعتصامات التي نفذت في الجهات، واليوم صباحا حيث انتظمت بعض الاعتصامات في الجهات، واليوم وغدا ستنتظم اجتماعات في كل المنتوبيات في الغرض مع المديرين ومع كافة المدرسين لتدارس سبل الرد، وسيأتيه الرد عاجلا ولن يكون ردا عاديا بل سيكون رد في مستوى متخذه من تدابير انتقامية وتنكيرية.